صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيت مشاهدتكم للفيديو بتاعنا النهارده. فيلمنا النهارده بيبدا بمشهد لمجموعه من المساجين في مكان غريب، واللي بنعرف بعد كده انه القمر بيبقى واقف عليهم حراس مسلحين، ولو حاولوا يهربوا او يعملوا اي حاجه بيقتلوهم. واحد من الحراس بيحاول يشغل اله بس ما بيعرفش يصلحها، وبيطلب واحد من المساجين واللي اسمه كاي عشان يصلحها، وفعلا كاي بيعرف يصلحها. بنلاقي ان الاله دي بتشغل مروحه كبيره وتحتها حفره، وكل المساجين رجلهم مربوطة بسلاسل للمروحة. اي حد فيهم لو حاول يهرب او اي حاجة بيشغلوا المروحة وبيشدهم، المروحة بتقطعهم. بيظهر اتنين حراس ومعاهم سجين جديد اسمه هاتش، وبيشيل القماشة اللي على وشه. اول ما المساجين يشوفوه بيحاول واحد منهم انه يوقف الحارس، بيهددوه بيحاولوا يسيطروا عليه. السجين بيقوم وبيقتل حارس من الحراس، بيدوس على الزرار وبيشغل المروحة، السجين بيتسحب ليها وبيموت. هاتش اللي لسه وصل بيشاول لحد في حتة بعيدة عن كل ده، وفجأة رصاصة بتيجي في واحد من الحراس وبتقتله. بيبداوا المساجين يقوموا والحراس بيحاولوا يسيطروا عليهم بس ما بيعرفوش، لحد ما بيجي كاي اللي صلح الاله وبيحاول يوقفها بس بتسحبه من السلسله اللي في رجليه، وبيحاول يضربه بالمسدس على السلسله بس ما بتتكسرش، فبيضطر يضرب على رجله ويقطعها عشان يعيش. رجليه بتتقطع وبيروح يقفل الاله، بيشاور هاتش على نفس الشخص ده تاني، وفجاه كل الحراس بيموتوا. بيصحى كاي وبيلاقي هاتش وراجل واقف جنبه، بيقول له هاتش انه كان يعرف باباه وانهم اشتغلوا سوا لمده 3 سنين، وبيكتشف انهم ركبوا له رجل صناعيه وبيشيلوا البتاعه اللي على بقه. بيقول له هاتش انهم هيكسبوا الحرب دي، بس عشان يكسبوها محتاجين معلومات واللي موجوده على سفينه معينه، وبيطلبوا منهم انهم يطلعوا على السفينه دي ويقتلوا كل الحراس اللي عليها وياخدوا المعلومات من على الكمبيوتر السفينه. بيسالهم مقابل ايه يعني؟ بيرد عليه انه هينزل هيعيش في مدينه بعيده عن كل ده اسمها هولندا الجديده، وهينقذ بابا اللي محكوم عليه بالاعدام. بيطلع على السفينه اللي اسمها اورهيد وبيحمل كل المعلومات. هاتش بيقول له يبعت له المعلومات دي قبل ما يرجع بالسفينه، وما يقولش لكاي هيرجع ازاي. كاي بيساله هيرجع ازاي بس ما حدش بيرد عليه، وفجاه بيحصل خلل في السفينه والمعلومات ما بتتبعتش والسفينه بتقع على القمر. بيفوق كاي بيلاقي معدل الاكسجين اللي في حجره السفينه اللي هو فيها 12%. بيحاول كاي يطلع باي معلومه تانيه عن السفينه ازاي يستعملها عشان يرجع تاني، بس الذكاء الاصطناعي اللي اسمه ريفي بيرفض يديله اي معلومه قبل ما يسجل الدخول على الجهاز. ما بيعرفش كاي يدخل على الجهاز لانه مش متسجل ضمن اللي على السفينه. بيسمع رساله بتقول له يروح على مكان تحطيم السفينه. بيروح وبيلاقي واحد من الناس اللي كانوا عليها ميت، وبيلاقي عالم احياء اسمه ترين. بياخدوا الحجره اللي كان فيها. بتفوق ترين وبتلبس خوذه تساعدها على التنفس، وبتقول لكاي انها عارفه انه مش واحد منهم لانه ما شافتوش قبل كده. وهم في طريقهم للسفينه بيشوفوا حاجه شكلها غريب بتشبه الصخره، بس ما بيهتموش قوي وبيكملوا. ترين وكاي بيقرروا يروحوا لمكان تحطيم السفينه سوا، بس كاي بتقول له تكمل لوحدها عشان الباقيين لو شافوها يعرفوا انه مش منهم وهيقتلوه. بتحاول ترين تقنعه يروح معاها وما يكملش مهمه هاتش، وبتقول له كمان ان هاتش قتل ناس كتيره جدا وانه شخص مش كويس زي ما هو فاكر. بتكمل ترين لوحدها، وبيرجع كاي بيشوف كاي ان في فيديو لهاتش وهو بيشغله. الفيديو بيكون فيه اعتراف من هاتش انه عمل جرائم 4 ارهابيه، وانه بيحرض على التمرد والثوره، وبيعترف كمان انه حرض على الجنرال لين، وقال انه بيعمل تجارب اسمها كوتشر تمبيس. بيخلص كاي الفيديو وبيسمع رساله صوتيه من السفينه بتقول اي ناجين يروحوا لمكان تحطيم السفينه. كاي بيحصل ترين وبتقوله انه هيروح معاها، ما بيلحقوش السفينه وبيمشوا من غيرهم. بتبص ترين وراها بتلاقي كاي بيصرخ وفي حاجه بتسحبه، بتحاول تنقذه بس ما بتعرفش، وبترجع تاني للحجره اللي كانت فيها كاي. ترين بتخرج تاني وبتشوف نفس الحاجه الغريبه اللي شبه الصخره بيكون طالع منها نور. بتروح ترين ناحيتها وبتلاقيها مفتوحه. بتبص ترين بتلاقي كاي مرمي على الارض مغمى عليه، ورجليه اللي كانت مقطوعه رجعت زي ما هي. بتاخده وبتعالجه وبتصحيه. بيقول لها كاي انه كان حاسس ان في كابوس، وبيسالها عدى وقت قد ايه على اختفائه. بتقول له انه عدى ايام، ومن 4 ساعات روهاد مشيت وهو اختفى. بتقول له ان في طريقه انهم يمشوا بس لازم يعرفوا ازاي يشغلوا السفينه دي. وبتاخده ترين وبيدوروا على الصخره اللي كانت بتنور اللي كان فيها كاي. بيلاقوا واحده تانيه وبيفتحوها وبيلاقوا واحد كان مع ترين على السفينه اسمه نورمان اولندر. بيحاولوا يصحوه بس ما بيصحوش. بياخد كاي الاجهزه اللي في السفينه وبيحطها قدام عين نورمان عشان يتعرف عليه ويشتغل، ويسيب نورمان مرمي على الارض. بتقول له ترين انها فاكراه وانه كان اول حارس كان بيحمي باباها وهي صغيره،
صغيرة، وانه لو كان زي الاول ما كانش هيسيب حد يموت زي ما عمل مع نورمان. بتسأله تيرين ايه اللي حصل، بس ما بيدلهاش اجابة صريحة. بيقول لها كأنه لو خد نورمان معاهم هيعرضوا نفسهم للخطر، وممكن ما يعرفوش يروحوا لهولندا الجديدة ولا هيعرف يشوف بابا تاني. فجأة بيصحى نورمان وبيبدأ يزعق في كاي وبيقول له انه عارف انه شغال تبع هاتش. بيفضل نورمان يقول له ان هاتش مجرم وان كاي مش عارف هو عمل ايه، وبيقول له كلام غريب على انه لازم يشيل القلب. وفجأة بيمسك سلاح وبيضرب كاي، وبتتكسر خوذة تيران وكاي. بيشوف ده فبينزل نورمان ضرب لحد ما يقتله، وبيحس بحاجة وبيكتشف ان طلقة جت في قلبه وبيغمى عليه. بيصحى كاي وبيلاقي نفسه في مكان بعيد عن السفينة، وبيلاحظ ان مفيش اثر للطلقة وان جسمه زي ما هو. بيروح لمكان السفينة بيلاقي ان جثة تيران ونورمان بقت هيكل عظمي. بيركب السفينة وبيعرف ان عدى 34 يوم وهو مغمى عليه. بتجيله حالة صدمة وبيقعد يزعق انه لازم يرجع قبل يوم عيد التحرير عشان ينقذ باباه. بيحاول يصلح كاي السفينة عشان يلحق يرجع. فجأة بيسمع صوت غريب وبيخرج عشان يشوف ايه ده، وبيلاقي كائن غريب قدامه. بيجري كاي وفجأة بيطلع من جسمه حاجات غريبة وبيغمى عليه تاني. بيصحى وبيجري على السفينة وبيقول لريفين انه لازم يطلع الكائن اللي جوه ده من جسمه. ريفين بيقول له انه عيد التحرير عدى من يومين، وبيسكت كاي من الصدمة. وبيعدي 3 سنين وكاي عايش في المكان ده لوحده. ريفين بيطلب انه يشغل تسجيل لليوم اللي نورمان هاجم عليه فيه. بيسمع كاي في التسجيل صوت نورمان بعد ما هو قتله، وبيعرف ان نورمان مات بس صحي تاني في جسم جديد وتحول لوحش. ريفير الذكاء الاصطناعي بيقول لكاي انه عنده نظرية، هي ان كاي زي نورمان كل ما يموت بيصحى تاني بجسم جديد، وانه لو عرف يجيب له نسيج من جسم الوحش هيتأكد ان كان نورمان اتحول لوحش ولا لا. وبيقول له انه عنده خطة وبينفذ كاي خطته. كاي بيربط نفسه وبيستنى لحد ما الوحش يجي عشان يقتله، واول ما الوحش بيقتل كاي بيكون كاي صحي تاني في جسم جديد وبيجي ويقتل الوحش ده. بياخد عينة من جسم الوحش وريفير بيحللها وبيقول له انه نفس عينة نورمان وانه كده نظرية ريفير صح. ريفير بيشغل تسجيل اليوم اللي تيران مات فيه وبيعرف كاي انه ما ماتش في وقتها، وبيبدا يشك ان هو لسه عايش. بيروح كاي يدور عليه وبيلاقي نفق وبيدخل فيه. بيسمع صوته وفجاه بيهجم وحش تاني عليه بس كاي بيقتله. بعد كده بيشوف نور وبيروح في اتجاهه وبيلاقي جسمه الاصلي وجسم نورمان. بيقتل جسم نورمان الاصلي وبكده نورمان مات تماما ومش هيرجع في جسم جديد تاني. بيخرج كاي من النفق وبيقول لريفير على معلومه جديده. ريفير بيقول ان الناس اللي هاتش بيحاربهم ناويين يبنوا سجون على القمر، وانهم بيعملوا تجارب تخليهم يتلعبوا بالزمن، وهي دي التجارب اللي كاي شاف هاتش بيتكلم عنها في الفيديو. بيسمع كاي اصوات وبيبص في السماء وبيلاقي سفن بتقع على القمر وبيروح ناحيتها وبيكتشف ان ده هاتشر. هاتشر بيقول له انه سمع الرساله الصوتيه اللي كان كاي بعتها وبيطلب مساعده فيها، وانه عايز معلومات اوروهاد اللي كان كاي ما بعتهاش من 3 سنين، بس كاي ما بيوافقش يديها له لانه عارف انه هاتش قتل كل اللي كانوا على السفينه اللي هو كان فيها. بيرد عليه هاتش وبيقول له قتلهم عشان هم دول اللي كانوا ناويين يبنوا سجون، وبيقول له هاتش انه ما قتلهمش كلهم. وفجأة بتظهر تيران وهي متكتفة وبيهدده انه هيقتلها لو ما ادالوش المعلومات. بيقول له كاي على مكان المعلومات انه حاططها في جهاز بره السفينة. بيروح هاتش وبيكون كاي حاطط جهاز قنبلة وبيتفجر في هاتش. بيحاول واحد من رجالة هاتش انه يقتل تيران، وفجأة بيتحول كاي لوحش وبيقتله. بيحاول ريفير وتيران انهم يهددوا كاي قبل ما يقتلوا حد تاني. بيرجع كاي لطبيعته وبيظهر هاتش وهو متعور من اثر قنبلة وبيحاول يقتل كاي. هاتش وكاي بيضربوا في بعض لحد ما كاي بيستعمل قوة الوحش وبيقتل هاتش. بياخد تيران وريفي على سفينة من سفن هاتش، بيهربوا من على القمر. وبيخلص فيلمنا النهاردة على كده. ما تنسيش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة. سلام.